مرحبا بكم الأطفال في هذه الحلقة من السيارة الجميلة. سوف نجتاز المرحلة 12. تابعوا معنا، هل سوف نستطيع اجتياز المرحلة معا؟ إذن هذه هي السيارة وهذه هي الحواجز، يجب أن لا نمس أي حاجز. إذن ننطلق بالسيارة الصغيرة، إذن ببطء، يجب أن نسوق السيارة ببطء، يجب أن نتوقف، ناقل السرعة إلى الأمام ببطء شديد. هذه المسارات وعرة نوعا ما، يجب أن ننزل. شاهدوا ظل السيارة في الأسفل، إنه يتحرك الظل في الأسفل، هذا هو الظل يتحرك والسيارة تتحرك. ووصلنا إلى خط النهاية، ننتقل إلى المرحلة 13 باللون الليموني. شاهدوا معنا، هل سوف نجتاز المرحلة 13 بهذه السيارة الجميلة؟ إذن هذه هي المسارات، شاهدوا معنا. واجتزنا المرحلة بنجاح. شكرا لكم وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way.